غذوا عقولكم، ثقفوا من أنفسكم، افهموا مجريات الحياة بالصورة الإيجابية السوية الصحيحة. ليش أنا أتكلم بهالصورة؟ في أحد مقاطعي اللي كنت أتكلم فيها عن العلاقات الغير شرعية، أيا كانت مكالمات، خرجات إلى آخره، كان في أحد الكومنتات ردت واحدة من البنات وقالت أنا والله لازلت أكلمة، واللي تزوج واللي أخذها تتحمل، ما حد قال لها تأخذ. حبيبي مؤسف مرة، مؤسف مرة أن عقلك يحمل هذا المبدأ، وأنه الوعي فيه صفر، مو ضئيل، لا صفر. طيب أنا إيش أقول لك؟ بكرة لا تزعلين لو قسم لك الله النصيب وتزوجتي ولقيتي زوجك يكلم حبيبته السابقة. أقول لك شغلة، أنا أراهن أنه رح يلجمك الصمت ورح يملاك السكون. أنا أراهن أنك رح تدركين حقيقة خطاك وقت ما يحين ذات الموقف. السؤال، ليه حنا ما ندرك حقيقة خطانا الآن ونصلحها؟ ليه لازم ننصفع بنفس الموقف اللي عشناه وبنفس المشاعر اللي حنا انغمسنا فيها عشان نوعى ونصحى؟ أنا أسألكم الآن يا أصحاب العلاقات الغير شرعية، هل أنتم مدركين أن اللي تسوونه صح ولا غلط؟ أنا متأكدة أن الغلط ما لي واقعكم وحياتكم. أنا متأكدة أن ضميركم قاعد يموت باليوم مليون مرة. فيقوا فيقوا حقيقي، فيقوا فيقوا، أصحوا بكل ما فيكم. العلاقات اللي قاعدين تخوضونها باطلة، مهما كان ضماناتها معاكم صدقوني باطلة. ارجعوا لله وتوبوا له التوبة النصوح، وبتدركون حقيقة الحلال الطيب لما يطق بابكم، لما يجيك النصيب الطيب بالشيء اللي يرضي رب العالمين. بتدركين معنى كلمة أحبك، اشتقت لك، فقدتك، أنت بدنيتي كل شيء. تدركين حقيقة هالكلام مع النصيب والحلال اللي سوقه الله لك، سواء كنتي امرأة أو رجل.